هذه الفرحة هنا حاضرة لحظات. هنا نتشرف أيضا بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان في هذه اللحظات ليسلم أيضا الجوائز إلى الفائزين. مقدام كان في أول الأشواط، صعيد بن سهيل اليبهوني أطلق العنان لأول أشواط هذا الختام، جاء كعادته. مع طيارة اليبهوني التي طارت إلى المقدمة وأحرز هذا التحدي هنا مع هذا الشداد الأول في هذا المساء ليفرح الجميع. وأيضا تحية إلى راشد بن سعيد الزرعي الذي كان أيضا يقود هذه الانطلاقة التحديات هنا من خلال هذه اللحظات. سلام يا اليبهوني، سلام سعيد بن سهيل يبهوني، ما شاء الله وتبارك الله. سلام يا اليبهوني، سلام، تحية أيضا من هذا الميدان عاصمة الميادين. ختام الختاميات، فرحة الانطلاق في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الكبار والصغار والأنجال كلهم يتواجدون، فرحة ما بعدها فرحة من خلال هذه اللحظات. الكل فاز في هذه الانطلاقة. هنا بن ساري يتواجد أيضا من خلال هذه اللحظات. خلف بن ساري بن بلوش المزروعي مع الرباعة ومن قاد الرباعة هنا وأنجاله في هذه اللحظات مع الرباعة، وتحدي خنجر أيضا في هذا المساء من هذا الميدان. سلام إلى الظفرة، سلام، سلام وتحية هنا، شكرا بسلامة، ما شاء الله إنجازات دائما. وأيضا التحية إلى ساري بن بلوش المزروعي بوسيف، تحية هناك إلى مالك هذا الشعار ومن أسس هذا الشعار على مدار السنوات وجعله دائما في قمة التحديات في كل المناسبات وفي كل الانطلاقات. تهانينا والناموس. هنا سعيد بن عبيد اليديلي أيضا يشارك الفرحة في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. شكرا سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وجودكم الكريم، حضوركم هنا أسعد الجميع، من فاز، من حضر، من شارك، من كانت له أيضا كل التحديات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، في هذا المساء الكل هنا فرح بهذا الحضور، فرح بهذا التواجد من خلال هذه الفرحة لعائلة الأصالة في كل تحدياتها وانطلاقاتها. ما شاء الله، الشوط الثالث كان كفو مع نجم المساء في هذا اليوم، نجم الختام والتحديات سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الذي حط الرحالة هنا في هذا اليوم الأخير في هذه الانطلاقة الأخيرة في هذه التحديات. كفو كان أيضا بتحديات الانطلاقات وأيضا المنافسات والتحديات. ما شاء الله، فرحة عامرة، بالأمس كان بالعلا واليوم هنا يحقق هذه البندقية لكفو. تهانينا أبو سلطان، تهانونا تهانينا أبو سلطان عبد الله بن سلطان الغفيلي، ما شاء الله، نجاح إلى نجاح في هذا المساء وفي هذه التحديات. سلام يا مرغم، سلام يا مرغم، دلع نفسك يا صعب، ما شاء الله وتبارك الله على هذا المساء المميز وهذه التحديات على أرضية هذا الميدان. تهانينا أبو سلطان، تهانينا، ما شاء الله، نجم الختام أنت بالفعل، النجم النجم النجم. الشوط الرابع يذهب إلى عنيده، وأيضا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يحقق هذا الإنجاز، يحقق هذه التحديات والانطلاقات أيضا من خلال هذه الأمسية المميزة. ما شاء الله وتبارك الله، أنجال سعادة أحمد بن سلطان الحلامي هنا من خلال هذه اللحظات. استلام كأس عنيد سلطان وعبد الله بن أحمد بن سلطان الحلامي، وهناك أيضا سعيد بن ناصر الوهيبي، ما شاء الله، عائلة سجلت كل إنجازات هذه التحديات.
النجمة الزرقاء لابد أن تكون أيضا مع قمة التحديات. هذا هو السيف في هذه الانطلاق. هذا هو سيف المحليات، ما شاء الله وتبارك الله. تحية أيضا إلى سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من خلال هذه المشاركة. تمنيات له بالشفاء والعودة أيضا إلى ميادين السباقات والتحديات، ما شاء الله وتبارك الله. تعانينا والناموس، سلام. إلى منطقة الزعلف العين، الكل يفرح، الكل هنا يتواجد ما شاء الله وتبارك الله في هذه الانطلاقة وهذا المساء. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس مع انطلاقة هذه الأمسية المميزة. هنا هذا الشعار الذي يعرف دائما الرموز والتحديات والانطلاقات في كل لحظة من لحظات هذا الميدان، ليكون هنا في انطلاقنا وتحدياتنا مسارا مميزا. نذهب إلى الأشواط المفتوحة ونذهب أيضا لنتابع التحديات مع استكمال أشواط هذا المساء بعد أن انتهت أشواط الإنتاج الأربعة التي كانت حاضرة في هذه اللحظة. غازي يأتينا مع هذا الانطلاق، سلالة المختبر حمد بن سيف بن عيف العامري، هو السلالة غازي، والتحية والأم الطاغية أيضا ما شاء الله من المجموعة العلمية المتقدمة. إنجاز أيضا يأتي دائما بالانطلاقات بالأشدة بالرموز، البوابة 11 تحتفل أيضا في هذا، وهم أهل لكل التحديات دائما. عبد الله بن ناصر العمري أيضا من حقق وأيضا حقق الإنجاز مع هذه التحديات، ما شاء الله بن نعيف، سلام سلام البوابة 11 سلام. هنا مع هذه اللحظات التي أطلقت أيضا التحدي، الشوط السادس من خلال هذه اللحظة. الكل هنا يتواجد، الكل هنا يتواجد مع هذه اللحظات، مع هذه الانطلاقات، مع هذه المنافسات على أرضية هذا الميدان. فرحة ما بعدها فرحة وأنت تكسب هذا الشعار هنا من الوثبة، من عاصمة الميادين، من تحديات الانطلاقات، في حضور كريم من شجع التحدي والإثارة دائما في هذه الرياضة العربية الأصيلة، سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان، حفظك الله يا أبا حمدان، ما شاء الله. نذهب إلى ساسكو والأنيق ناصر بن عبد الله المسند، قدم هناك من الشحانية ونجله، ونجله أيضا متواجد في هذا الانطلاق، صاحبة ختامي الشحانية والمرموم، واليوم الهاتريك يأتينا في الوثب سلالة شاهين، ما شاء الله وتبارك الله. شكرا أبو عبد الله، شكرا ناصر بن عبد الله المسند، ما شاء الله. قيمة غالية، تبحث دائما عن الغالي والنفيس في كل انطلاقاته. هي ساسكو، هي التحدي. سلام إلى دولة قطر الشقيقة، سلام هناك مع هذه الأسماء، مع الأنيق، أحد الشعارات العابرة للقارات في المنافسات وفي التحديات على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله وتبارك الله. هنا من خلال انطلاقته تحدياته هنا يأتينا أيضا مع هذه اللحظات. تهانينا والناموس، سلام المسند، سلام سلام يا المسند، سلام مع هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس، ما شاء الله ما شاء الله. الأبناء أيضا في حضور الأباء متابعة لهذه التحديات. مرغم لها دور كبير من خلال المنافسة ومن خلال التحدي ومن خلال الانطلاقات. عيد بطية زعبي أيضا يتسلم الخنجر هنا مع التحية لانطلاقات ساسكو. شوط الزمول المفتوح الذي أعلن انطلاق التحديات والإثارة، كان القسام وواثق المضمرين لابد أن يكون حضوره دائما في كل مناسبات التحدي، مناسبات الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا
الميدان ما شاء الله. سعيد راشد بن سعيد بن غدير هنا مع هذه الانطلاقة مع هذا الفوز ما شاء الله. سلام يا مرغم سلام، وتحية أيضا إلى وين ما يتواجد أيضا هنا أبو راشد من خلال هذه التحديات. إلى كل مكان نذهب مباشرة من هذا الميدان، نطير بهذه التحدية بهذه التحديات والانطلاقات. تهانينا والناموس القسام يحقق أيضا تحدي وإثارة في هذه الأمسية الجميلة. إلى هنا مع شباب مرغم، مع انطلاقات مرغم، مع كافة التحديات، وأيضا تهنئة خاصة إلى علي بن راشد بن حمد بن غدير ما شاء الله، من أيضا يتابع كل صغيرة وكبيرة بظل هذا الشعار هنا في هذا الميدان. الختام والختام، وسيف الأحلام، سيف التحديات، سيف الانطلاقات، من حقق هذا الإنجاز هنا من خلال هذه اللحظات. سعيد بن سلطان بن مرخان يتواجد مع صاحب المضمرين. سلام بو سلطان سلام، التحية إلى سلطان بن مطر بن مرخان هناك في مرغم ما شاء الله. سلام بو سلطان اسمايل على هذه الطريقة والتحديات. هو السيف، السيف غالي، يستحق أيضا التحية، يستحق هذه الانطلاقات ما شاء الله وتبارك الله بكل اندفاعات هذه الرياضة وتحدياتها. يوم سعيد أسعد الجميع. شكرا عبد الله الغفيلي، شكرا لكل من شارك أيضا من خلال هذه الانطلاقات والتحديات، شكرا لمن جاء مع هذا الميدان. سلام بو محمد سلام، سلام بو محمد سعيد بن سلطان بن مرخان ما شاء الله وتبارك الله الذي قدم هذه اللحظات الجميلة. أوقات السعادة، لحظات التتويج، لحظات الفوز والانتصار هنا في هذا المساء. شكرا 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 أبا حمدان، شكرا سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مع هذه الانطلاقة المسائية، مع هذا اليوم الجميل، مع هذه التحدية، مع ثاني التحديات هنا قبل أن نصل إلى آخر المشاهد في هذه اللحظات. كان حضورا مميزا، كان تتويجا رائعا،